يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاستعانة بالجن في الشعر هل يعد كفرا؟ ها؟ يقول الاستعانة بالجن في الشعر اللي ما هو بشاعر ما هو جعلونها الجن شاعر، الشعر هذا شيء يجعله الله في الإنسان، لكن الشاعر قد تساعده الجن، قد تساعده الجن، الشعراء يتبعهم الغاوون، قد تساعده الجن، ولكن ما هو كل شاعر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، ما هو كل شاعر، لكن الشعر موهبة يجعله الله في الإنسان. نعم.